ليلى، بنعرفك مذيعة، ليه اليوم عم تغني؟ وليه لأ؟ رح أغني وخلي الجمهور يقرر. قولوا له باي باي. القسوة اللي بقت فينا اتعلمناها في يوم بيديك، والحب اللي تقدم له ده كان بصراحة كتير ده عليك، خد حجم اكبر من حجمه ساعتها قعدنا بننفخ فيه، مش عارف انه بشك الدبوس كده نقدر ننهي. احنا ما شفناش الراحة لما فارقنا كتبنا غياب، وبدأنا نشوف سكتنا الصح وعادي قفلنا الباب. ما شفناش الراحة لما فارقنا كتبنا غياب، وبدأنا نشوف سكتنا.